لهذا الكرت كمان بشوف ممكن يمس العاطفه ممكن تروح من من اقصى البرود لاقصى الازدهار الحياه عم عم تعيش مشاعر جديده عم بتعيش مشاعر جديده مع شخص اما جديد ممكن يكون هوائي او ناري او مع شخص قديم موجود في حياتك من قبل عم بيصير في التقاء بيناتكم ولكن انت وياه عم بتكونوا عكس بعض عكس الشخصيات يعني شخصيتك انت حامي كتير هو بارد كتير هو عم بفكر كتير انت ما بتفكر يعني بغض النظر عم بكون في اختلاف كبير مش بس بالامور الخارجية يعني كعقيدة كبلد كجنسية كعمر لا حتى بالشخصيات نفسها عم بتكونوا معاكسين او مكملين خلينا نقول لبعض فانا بشوف انت موجود مع الشخص اللي بناسبك ، تحتيها مباشره شايفه برضه في سفر هون يعني فرصتك بالسفر يا يعني عذراء كتير كبيره ، خلال فتره ما بعد هذا الشهر يعني مش بهذا الشهر بعد هذا الشهر خلال هاي الفتره اللي احنا عم نفتح عليها عم بتكون في اخبار حلوه عم نوقع على ورق عم بصير في أشياء حلوة من ناحية السفر عم توصلنا تطمينات ولكن السفر نفسه رح يكون بعد هاي الفترة على الأغلب آه كمان بشكل عام آه رح تواجه حدا إما بمحكمة بقضية أو أمر بتعلق بالمال عم بتواجهه إنك بدك حق أو هو بده حقه عم تتع... يعني عم تحصل على اللي بدك اياه في هذا الموضوع، عم تنتصر في هذا الموضوع، إذا كان محكمة مثلا حضانة أطفال أو على مال معين على شيء معين، أي شيء في محكمة في قضايا في أمور مالية أنت عم بتكون أكثر يعني الكفة رح ترجح لإلك أنت. فجيتك بهاي الفترة ما عندك جلادة للصبر يعني ما عم تكون صبور بدك بسرعة النتائج مليت وفعلا يعني العذراء كتير كتير استنى فمن حقك يعني بس التغيرات ما رح تكون اللي هي كتيرة بهاي الفترة لا شوي شوي عم تتغير للأفضل المهم انها تتغير للأفضل فنكون بس صبورين شوي عم بشوف ناس بتدرس ولكن عم بتضيع كتير وقت عم بتضيع فرص عم بتضيع مش عارفة ما عم تكون كتير مركزة في الدراسة فنصيحة لبرج العذراء اللي عم يدرسوا أو عم يقدموا لمنح عم يدرسوا دراسات عليا خاصة اللي ببلد يعني تاني غير الوطن لا يهتموا في هذا الموضوع كتير لأنه يعني رح يكون كيف راح يكون هو الفاصل في حياتكم راح كثير تلقوا يعني نتيجة جدا حلوة ومضاعفة ولكن لازم كتير انك يعني فعلا تركز على الموضوع ولازم تحاول اكثر من محاولة ما تيأس بسرعة لانه شايف بهذا الكرت شوي شعور باليأس شوي انك مليت يمكن من الدراسة من موضوع معين وممكن يكون مش بس بالدراسة ما عم يكون عندك صبر فبنقول لك لا في لازم يكون في صبر لانه في بالنهايه راح يكون في عندك شخصين بيساعدوك او شخص بيساعدك في موضوعين او موضوعين رح يمشوا موضوعين رح يمشوا عندك عن انت استنى يعني فيهم فترة طويلة هدول الشغلتين طبعا انا ما بعرفهم انت اللي بتعرفهم يعني ممكن يكون موضوع عاطفي زائد موضوع عمل ممكن يكون صحة زائد عمل المهم في موضوعين في مجالين انت عم تستنى فيهم فرصتين او عم تستنى او امنيتين عم يعني بتستناهم عم بيكونوا بين ايديك في اقرب وقت عم بشوفك هاي الفترة شوي عم تهتم ب... بنفسك أكتر عم تتطلع على نفسك أكتر مش أناني يعني لا وكأنك تعبت من الاهتمام بالناس وما عم حدا يهتم فيك عم بتكون شوي تهتم في نفسك وهذا إشي رائع يعني بالعكس عم بتحب عيوبك عم تتقبل نفسك كما هي هذا الشيء كله بيزيد طاقتك كله عم بيصير عندك طاقة إيجابية في هذا الموضوع وكأنه الطرف الثاني عم بيحسسك أنه أنت شوي يعني عم بتكون قليل أو يقلل من قدرك ولكن أنت عم تعمل العكس بالعكس عم تنمي حالك عم بتكون بتشتغل في في اتجاه معاكس ما عم تحقق له اللي بده اياه. يعني. خلينا نشوف بالعاطفه شوي. لبرج العذراء. او رح اعتمدهم على فكرة، لا والله ما رح اعتمدهم لانه تكرروا <applause> ،خلينا ناخد كروت بشكل عشوائي عشان ما يتكرروا ، شوف هون بشوف في عندك صراع مع الشريك رح ينتهي هذا الصراع على خير عم بتكون كتير عصبي على الشريك او الشريك عصبي يعني هاي القراءة بتكون عامة وعكسية القراءات العاطفية مثل ما بتعرفوا عم بتكون كمان بدك تستعجل بالعلاقة بدك تعمل تطورات كبيرة بالعلاقة عم بتروح العلاقة لناحية جدية اكتر ما هي كنت انت مبلش يمكن في العلاقة كهيك انت او الطرف الثاني كعلاقة عابرة أو علاقة عادية ولكن عم بشوف تطور في هاي العلاقة شوفوا هون العلاقة الثلاثية عم تنتهي في في طرف تالت في عائق يمكن يكون في كذا هذا عم ينتهي لأنه الكذا طلع مقلوب فنكون مطمنين إذا كنا عم شاكين أو كذا بالشريك أو بخيانة الشريك قلت لك قبل شوي انك عم تهتم في حالك فبين عنا انه من ناحية عاطفية تكرر عنا تقريبا نفس المعنى I am always rewarded for all I do يعني انت بتستحق كل اللي اللي عم تعمله عم تستحق انك تاخد الجائزة عليه او انك تربحه فعم بشوف عم تضيع مش عم بتضيع عم تبذل جهد كبير بالعلاقة وهذا ما رح يروح عليك انت مفكر انه انت الخسران او راح عليك كتير لا مبين كتير انه شوف في هاي الفترة كان عندك طاقة سلبية ما بعرف شو هي يعني حسد عين سحر ما بعرف هاي عم تنتهي هذا الشهر ليش؟ لانك عم تستشفي بايديك التنتين عم بتحاول الاستشفاء عم بتحاول انك تستشفي، شوف هاي الامور كانت مسبب كانت مسببه تاخير معين تاخيرات في الحياه في العلاقه العاطفيه بما انه فتحنا على العلاقه العاطفيه ولكن شوف ايش في وراء وراء الاستشفاء، في وراء الاستشفاء كتير امور او اماني رح تتحقق. وكأنه هذا الموضوع الطاقة السلبية كانت حاجز بينك وبين أمنياتك فبشوف أمنياتك ممكن تكون في الحب يعني أكثر من ممكن تكون في مواضيع تانية مع أنه إحنا فتحنا على القراءة العاطفية قلنا أنه جلد الذات أو التفكير في الآخرين رح يقل رح تفكر أكثر في حالك دائماً كنت تسأل عن الشريك أو تهتم بالشريك زيادة عن اللازم الآن عم تنقلب الآية هو عم بيكون كتير معصب وسترس في الفترة الجاي عم بحس إنه أنت عندك طرف ثالث ممكن عم يشك شوي عم بيغار شوي وهو المطلوب فعم بشوف كتير أنت عم تربح المعركة. ولكن خلينا نقول بسلاح ناعم بطريقة ناعمة مع انك بالماضي كنت تستنى الكارما كنت بدك حبيبك او شريكك يكون خلينا نقول في ضائقة في مشكلة في كذا فلا بالعكس انا بشوف في التقاء بيناتكم هون بشوف العزاب العزاب في فرصة حلوة يعني قدامكم خاصة من برج مائي ممكن يكون في ناس رح تترك القديم وتبلش قصة جديدة تبلش قصة جديدة مع شخص جديد مختلف تماما في الصفات من عن الشخص القديم برضو يكون مائي شايف هاي الحياة الجديدة رح تكون أحلى رح تكون فيها مشاعر أكتر فيها عدل أكتر اذا هذا كان بشكل عام للعاطفة الطاقات زي ما انتم شايفين في ترابية في نارية وعم بتكون كمان مائية وفي برج الدلو كل شوي بيطلع لك في عندك حبيبي كمان انتصار بالعاطفة انتصار مؤجل لكنه مية بالمية رح يتحقق كير طلع مقلوب في تأخير بهذا الموضوع ولكن هو موجود رح يتحقق يمكن مش بهاي الفترة اللي احنا قلنا عليها يمكن انتصار هو على طرف ثالث لأنه الطرف الثالث بين عنا بوضوح فخلينا نشوف بشكل عام شو النصيحة اللي ممكن تقدم لنا الكروت لبرج العذراء آه بيقول لك عم تهتم كتير بالتفاصيل عم بتفكر عندك مخاوف كتير كبيرة مش بمحلها في عندك توترات مش بمحلها ما في شيء تتوتر علشانه أو كذا عندك مخاوف من شيء معين مخاوف ما عم بتكون برضو بمحلها كل جملة عم بتخلص بمحلها <applause> كتير قلت كلمة بمحلها طيب فبيقول لك اطلع من هاي الطاقة اطلع او انك كمان عم بتفكر بنطاق ضيق, ضيق عم بتفكر ما عم تشوف الحياة يعني اطلع برا وشوف البيرسبكتيف شوف حياتك كلياتها اكتبها يعني مش تكتبها على الورقة يعني حاول انك تشوف ابعد من هيك خلينا نشوف كرت تاني لا للعذراء أه بيقول لك هون انه الجا للاخرين الجا للشريك ممكن يكون عكسي كمان ممكن يكون بس هذا إلك مش للشريك يقول لك ممكن تستعين بالشريك او شخص مقرب منك لحتى أه يعني لحتى تمشي بأزمة معينة لحتى تنهي أزمة معينة في رح تكون عندك أزمة هيك على الماشي يعني ما مش لفترة طويلة اللي هو موقف مشكلة صغيرة كذا المهم يعني موضوع رح يتم بالأخير رح رح تنجى منه أو رح تخلصه على خير، بس بقول لك إنه في ناس مادة إلها إيدك فما تطنش ممكن الشريك عم بيطلب الرجعة أنت ما عم تعطيه إيدك او ما عم تحاول فبيحكيلك انه لا اقبل خلينا نشوف مثلا هدول ايش بيقولوا لنا الله اكبر عم بيقدم هون بحكي لك شوف هون انا بشوف طاقة سحر طاقة اللي هي مش السحر السحر لا انك انت رح تكون ساحر انت ساحر حبيبك ساحر باشياء كتير من برا ومن جوا يعني كشكل ك مظهر كيف تلبس بتحكي تتصرف عم بيكون كتير معجب فيك أو ممكن يكون شخص جديد معجب